هذا الاخوه اللي صلى بالناس يعني باستمرار بدون عمامه، ونقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بلا عمامه، ونتخذ هذا المثال يعني عادي. الرسول صلى بالناس اماما بدون ايش؟ عمامه. يمكن انت تقصد انه بيقول ذاك الشخص صلى بدون غطاء راس يعني مش بدون امامه. لا غطاء راس والله انا انت شو بتقصد؟ هو شو بيقصد؟ الإمامة هي يعني اللي بنحطها على رأسه سواء كانت طاقية أو حتى أو شيء. الطاقية الله يهديك أنت وياه ما اسمها إمامة. فشو سؤالك؟ قال يعني بدون غطاء رأس كل مرة. ها قلت لك تقصد هيك ما قلت لي نعم. لفيت ودرت قلت إمامة أو طاقية. يسامحكم الله على تضييعكم لوقتنا. الرسول عليه السلام ما نقل عنه إلا في حديث ضعيف لا تكون به حجة أنه صلى والقلنس وهي الطائية أمامه سترة، وهذا حديث ضعيف لا تكون به حجة. أما أنه صلى بطاقية أو قلنسوة وليس عليها عمامة هذا ممكن، لأنه هي عادة الرسول عليه السلام، فكان يلبس ما تيسر له، تارة طاقية بدون عمامة، تارة عمامة بدون طاقية، تارة عمامة على قلنسوة، وهكذا. فالأمر فيه يسر ولكن ليس فيه تصنع وليس فيه تكلف. هل اللي بتيسر بيلبسه على رأسه؟ لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يمشي في الطرقات حاسر الرأس، وبالتالي لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي حاسر الرأس. واضح؟ طيب غيره شو عندك؟ يعني هذا رجل يصلي حاسر الرأس، هل هذا عادة؟ هل يعني هذا مكروه خلاف السنة؟ نعم. ألو. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب. ولا أنت أنتظر. ما هو عليهم مش عليك. ما دخل علي أنا الوقت ذهب وهو أغلى عندي من الذهب كما تعلم، خاصة حديث مع المشايخ. الله يحفظكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. البئر العميق. نعم. ألو. نعم. نعذر نسكر. نعم.